أحسن الله إليكم. يقول: والدي متوفى وأقوم بالحج عنه، وأحاول أن يكون من يحج عنه حج الفريضة، علما بأن والدي قد حج، هل يعتبر هذا من الأعمال الصالحات؟ هذا من الأعمال الصالحة، لكنه ليس حج فريضة، لأن الوالد تقول أنه حج، يعني أدى الفريضة، فيكون هذا الحج تطوعا أجره له. نعم.